ضربونا، را قهرونا، را ظلمونا، را العيد وما عيدناش. الناس را قهرونا بزاف، ما كنش نخلصوا الضريبه، فهمتي؟ وحنا اللي داروا لنا هاد الحقره يعفيونا شويه ويعطيونا اتساع. ديك الخطره تيجي يقول لك غنهدموا لكم فوق روسكم. دابا ما لقاو منين يدوزو تيقولوا لك الضريبه، وحنا البلاد فلاحه، ما يمكنش تكون تفلح وتخلص عليها الضريبه. هما راه خاصهم يعاونوا الفلاحه، خاصهم باش يزيدوا لقدام، اللي كلشي غيهبط للمدينه باش الناس غتعيش. منين غيجي هاد الخضره، منين غيجي هاد الزراع، اي حاجه حصاين فلاحه ومن جد لجد. وراه عندنا تاريخ جدودنا مقاوما، فهمتي؟ اللي تيقول لك حنايا نخلصوا الضريبه، حنا حصين، حنا ماشي جينا شاريين البقاعي، حنا موالي الارض ومن جد لجد، وعاش سيدنا. وحنا هذا الامر تنوجهو لمحمد السادس، الله يعطيه صحيحته، والامير مولاي الحسن والاسره العلويه، يشوفوا من حالنا. راه حقرونا، راه تعداو علينا، راه كل ساعه تيجيو ينغزونا، راه حنا مراد، راه عندنا السكر، عندنا الطنسيو، وراه زادونا طيحوا لنا الصحه ديالنا. باسمي وباسم الملك الفلاحين الاراضي التابعه لمقاطعه حصين سلا الجديده، كما كتعرفوا اليوم حنا جينا نديروا واحد الوقفه احتجاجيه، كنطالبوا السيد العام الممثل جلاله الملك نصره الله من اجل اعفائنا من الرسوم الجبائيه التي تفرضت على الفلاحه، وكذلك منحنا شواهد اداريه. فمؤخرا كنتفاجئوا ان هناك لجنه مختلطه المتكونه من السلطه المحليه وكذلك الشخص الممثل وزاره الفلاحه والجامعه المحليه، جاوا فعلا انهم كيشوفوا واش الارض فلاحيه، واقروا واثبتوا على ان فعلا ارض فلاحيه. فاذا والغريب في الامر انهم سلمونا شهاده الحد الاقصى هو 30 يوم، كيطالبونا من خلالها باش نثبت ما يفيد على هذه الارض انها كانت فلاحيه. اذا اننا كنعرفوا الا كانت اليوم جيتوا كلجنه وشفتوا الارض فلاحيه، يعني راه هي يكفي من بئر ومن الابقار ومن اسطبل والى غير ذلك. يعني كيف يعقل اليوم كطلبني ما يفيد والارض راه كيشوفها فلاحيه؟ اذا كنفهم من كلامهم ان الارض راه كانت بنايات وهدمنا وحنا درناها فلاحه اليوم. ف كذلك على الارض عندنا حنا اليوم حنا جل الفلاحه ما كنتوفروا على الماء صالح الشرب ولا كذلك على ماء الصرف الصحي، مما يدل على انها كذلك انها فلاحيه، وانها معفيه بقانون 42 المتعلق بالماده 42 القانون المتعلق بالرسوم الجبائيه. حنا اليوم اللي كنطالبوا السيد العامل الممثل جلاله الملك امنين من الله تعالى ومن السيد العامل انه يشوف من هذا الحي من جهه الفلاحه باش يمدونا بالشواهد الاداريه، وكذلك من اعفائنا من الرسوم الجبائيه اللي تفرضت علينا قسرا. والسلام عليكم. 2009 2010 جاء عندنا الاعفاء، الاعفاء من الضريبه، وما رجلتونا حتى 2019. علاش ما رجلتونا ب 2011 و2012 و2013 و2017 و2018؟ علاش ما رجلتوناش حتى 2019 2020 2021؟ ما كانش مراسلات في 2019، ما كاينش مراسلات، يراسلوا لينا ونجاوبوهم، علما ان القوات ديال المنطقه تيمنعوا من اعطاء وثائق تثبت بان الاراضي فلاحيه محضه. وحنا قبيله او ملاك قبيله حصين نحتج على هذه الوضعيه المزريه التي يعيشونها في منطقه حصين. اللهم ان هذا لمنكر. والمذكره ديال المطالب ديالنا هو الاعفاء من الضرائب ديال 3 سنوات 2019 2020 2021. نطالب بالاعفاء الكلي. انا كل ملاك عنده 4 أو 5 ديال الولاد تاهما فلاحين، اذا ما يفوت 200. والوضعيه مزريه، الناس ضعافاء ما عندهمش باش غاديين يخلصوا، اذا خاصهم يعطونا حل. اطرقنا جميع الابواب. اليوم نطالب السيد العامل التدخل من اجل ارضاء هذه الساكنه، وشكرا. تكلموا باسم ملاكي اراضي حصين. عندنا مذكره ديال وزير الداخليه في 2019 تتقول بان الأراضي الفلاحية معفية من الضرائب. فإذا به تنتفاجئوا بأن 2022 23 عطاونا الإعفاء وتيقول لك بأن 2019 و20 و21 خاصنا نخلصوا الضرائب. وكانت جائحة كورونا، فين انت غادي تتحرك؟ ما تخرجش من ديورنا، ما كاينش التوعية كما جاوا في 2022 قال لك خصك تخلص الضرائب، يجيو في 19 في 21 ويقول لك راه خصك دير الإشعاع، تبلغ بأنك ديكلاري الجماعة. ما كاينش توعية، ما كاينش إشعار، ما كاين حتى شي حاجة، وفاجئوك بأن الاقتطاعات من الرواتب، الحز على الأراضي، اللهم هذا ألا منكر. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.